معنا مشاهدينا عبر الهاتف من الشارقة الدكتور علي كوجك، استشاري طب الأطفال والرضع والخدج. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا بك معنا. قبل الحديث عن هذه الدراسة والاكتشاف، نستغل شهر رمضان للسؤال: كيف يمكن للصائم المصاب بمرض السكري أن يضبط نسبة السكر في دمه خلال الشهر الفضيل بالنسبة للبالغين والأطفال؟ مساء النور، أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. أنتم بخير. بالنسبة لمريض السكري يجب أن يستمر على الأدوية التي يستعملها وأن يستمر على الحمية التي يستعملها، لذلك ننصح بنقل الجرعة الأساسية من أدوية السكر إلى ما بعد الفطور كي لا يأخذها بعد قبل السحور ويصاب بنقص السكر أثناء الصيام. يمكن للصائم للمريض السكر أن يصوم وباختبار السكر عن طريق الجلوكوميتر يعرف نسبة السكر عنده، وكمان هو بيعرف بشكل جيد أعراض نقص السكر. قد يضطر الإفطار، ولكن عادة إذا ضبطنا جرعة الدواء وأخذها عند الفطور يستطيع أن يصوم بشكل جيد. نعم دكتور، أهمية هذه الدراسة اللي من خلالها يمكن لمريض السكري من النوع الأول التخلي عن حقن الأنسولين، ماذا يعني لهذا المريض التخلي عن الحقن اليومية؟ يعني أن جسمه ينتج الأنسولين كي يتخلى عنها، أو أنهم استخدموا علاجا بناء على هذه الدراسة لكي يعالج المرض. طبعا السكر يصنف في النوع الاول والنوع الثاني وسكر الحمل. كثير من التصنيفات وكثير من الكتب تهمل نوع مهم جدا من السكر، نسبة حدوثه قليله جدا. قد يكون المقصود بهذه الدراسه هو هذه ما يسمى بمودي او ماتيوريتي اونست اوف دايابيتس ان ذا يوث، يعني حصول السكر بشكل مبكر عند الشباب. هذا قريب لنوع السكر الثاني ولكن يوجد فيه انسولين، ولا نضطر لاستعمال الانسولين لعلاجه، بل يعالج عن طريق الفم بالادويه العاديه التي تستعمل بالنوع الثاني من السكر. نعم. قد يكون راس الدراسه على هذا النوع من المرضى عندما تكتشف بواسطه تحليل معين يجرى انه هذا المريض لن يحتاج الى السكر الى الانسولين عفوا، فهذا المريض عنده انسولين في جسمه. ولكن في تطورات جديده جدا بالطب الباطني وطب الاطفال، نعم، بالنسبه لمرضى السكر من النوع الاول، هي مضخات انسولين ذكيه جدا. اصبحت المضخات تستشعر السكر الذي في الجسم وتضخ السكر حسب الحاجه. طيب دكتور، باختصار اذا سمحت، نصائحك خلال الشهر الفضيل لمرضى السكري من النوع الأول. المرضى السكري من النوع الأول إذا كانوا على الإنسولين الذي يعطى عن طريق المضخة، فالمضخة تحدد لهم الجرعة الإنسولين التي تلزمهم. ولكن باعتبار أن السكري من النوع الأول يعالج بإنسولين، والذي هو نوعان: النوع المديد الذي يستمر تأثيره 24 ساعة ولا يسبب نقص السكر اللي هو اللانتوس، هذا النوع يأخذه الطفل مساء أو يأخذه الشاب مساء، فيبقى على إن شاء الله على مستوى سكر معتدل. وعندما شكرا. نعم، قصير الإنسولين قصير المفعول الذي يسيطر على السكر الذي تناوله في الوجبة. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، حدثنا من الشارقة الدكتور علي كوجك، استشاري طب الأطفال والرضع والخدج.